السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة بمناسبة الفالنتاين 14/2 من كل سنة. اليوم راح نحكي شو قصة هذا اليوم وليش صار عيد بالنسبة للديانة النصرانية. فالنتاين هو قديس كان يعيش في روما. هذا القديس كان يعيش في زمن كان الإمبراطور الروماني مانع الزواج بين الرجال والنساء المسيحية، كان معتقد إنه الزواج بيلهي الرجل عن الخدمة العسكرية. فالقديس فالنتاين شو كان يعمل؟ كان أي اثنين بينهم قصة حب يزوجهم ولكن بالسر. طبعا سر هذا الكاهن إنه كان يزوج كل اللي به إن كل اثنين بينهم قصة حب بالسر ما دامت طويلا، وعرف الإمبراطور في هذا الموضوع فحبسه وأعدمه. طبعا في كتير روايات، هاي الرواية أكثر رواية راجحة بين الروايات. بحكيكم كمان إنه سر إن الناس إنه بيخطئ، يعني أكثر شيء بيهتادوا بالبطاقات في عيد الحب هو إنه فالنتاين قبل ما يعدموا ترك بطاقة لإمرأة. المسيحيين أخذوا فالنتاين بأنه ضحى بنفسه من أجل أنه يعمل أو من أجل أنه يجمع بين اثنين في الزواج. فأعلنوا اليوم 14 فبراير، الكنيسة أعلنت أنه يوم احتفال بعيد الحب وسموه باسم فالنتاين. طبعا مثل ما حكيت لكم في أكثر من رواية، ولكن هاي الرواية بيحكوا أنها هي أكثر رواية أنه أصح رواية فيهم. طبعا عيد الحب بكل العالم مش نفس المعنى، يعني كل منطقة في مناطق العالم عندهم عيد حب خاص إلهم، مش شرط إنه يكون بس حب بين زوجين. فمثلا في الولايات المتحدة بيحتفلوا بعيد الحب عن طريق البطاقات، أما في إسبانيا فبيعملوا هناك مهرجانات بتبادلوا فيه الزهور. أما في البرتغال فيوم عيد الحب عندهم بيكون عن طريق إنه بتناولوا عشاء رومانسي مع شركاء حياتهم أو بيرسلوا بطاقات حب إلى أحبائهم. أما في السويد مش كتير بيهتموا في هذا العيد، بس هم أكتر إشي بيتبادلوا في السويد في هذا العيد هو الزهور. أما فنلندا بيعتبروا هذا اليوم يوم الصديق، بتذكروا أصدقائهم وبتبادلوا ما بينهم بالهدايا. هاي بعض أمثلة عيد الحب في أوروبا. أما في أمريكا الوسطى والجنوبية بيعتبروا عيد الحب هو يوم الحب والصداقة، بتذكروا فيه أصدقائهم وبتهادوا بالشوكولاتة بالهدايا والبطاقات التذكارية وباقات الزهور. هاي بعض الأمثلة عن احتفالات العالم بعيد الحب. أتمنى إنه الحلقة عجبتكم، وطبعا احنا ايامنا كلياتها في الدين الاسلامي كلياتها حب وكلياتها هدايا، مش مشترطين في يوم معين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.